الأمواج الهادئة بالرمال الذهبية وكتغريد العصافير على أغصان الأشجار الوارفة نلتقي. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: المقاومة الجنوبية وتحديات ما بعد التحرير، معبد الفرس في عدن آخر معالم الديانة الزرادشتية في الجزيرة العربية، حسين يوسف إرادة فنان تقهر الظروف. المشي عكس التيار يتطلب عزيمة وإصرار، كذلك التقدم بالوطن يتطلب مزيدا من الاجتهاد والعمل الجاد. فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. انطلقت في مدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن بطولة الشهيد جعفر محمد سعد لسباق الدراجات الهوائية، ضمن الأنشطة التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة وبتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي. وشارك أكثر من 50 متسابقاً في ماراثون السباق الذي انطلق من أمام حديقة البريقة وصولاً إلى جولة ريجل في خور مكسر ثم العودة. تظاهر موظفو هيئة الاستكشافات النفطية في عدن احتجاجاً على توقف صرف مرتباتهم منذ 3 أشهر، وأكد المحتجون استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى يتم إنهاء معاناتهم ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية في الهيئة. أحيت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن فعالية تأبينية في الذكرى الأولى لاستشهاد المحافظ السابق جعفر محمد سعد. وفي حفل التأبين تم استعراض فيلم وثائقي عن حياة الفقيد وأعماله، وألقيت عدد من الكلمات تناولت مناقب الشهيد وأدواره النضالية منذ سبعينيات القرن الماضي إلى لحظة استشهاده يوم 6 ديسمبر 2015. وينعم أهلها بالرخاء. بحضور السلطة المحلية افتتح بمدينة كريتر المعرض التشكيلي الثامن للفنان الشاب وائل ياسين جمن، ووسم المعرض المكون من 17 لوحة وعمل فني بعنوان المادة، وتضمن اشتغالا تجريبيا حاول من خلاله التعبير عن قضايا معاصرة. بالروح بالدم نفديك يا وطن، هكذا سطر مقاومين الأبطال ملاحم المجد والانتصار. ولكن ما هو وضع المقاومة اليوم وهل أدركهم الوطن كما أدركوه؟ هذا ما نطرحه في قضيتنا لهذه الحلقة. فرحة الانتصار لم تكتمل، هكذا يصف أفراد المقاومة الجنوبية الحال في عدن. فبعد مرور أكثر من عام ونصف على تحرير المدينة من ميليشيا الإنقلابيين، لا تزال مطالب أولئك الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم للذود عن عدن معلقة على أستار أعذار غير مبررة ووعود منسية. إلى الآن لم يتم لنا صرف أي مرتبات ولا استحقاقات مالية، ولا بالرغم أنه في ناس جوا بعدنا. أنا الذي شعري أبيض، ما بالك بالشباب الذين قاوموا معنا؟ مش عارفين الاسباب، ايش ليش ما يتم العلاج، وليش ما يتم الانصاف، وليش ماذا. في ناس دمرت بيوتهم، في ناس يعني ما في انصاف الى يومنا هذا. توجيهات رئاسيه وحكوميه ترددت كثيرا فيما يخص الاسراع باجراءات دمج المقاومه في الجيش واعتماد مرتبات لاسر الشهداء، لكنها كما يقول المقاومون جميعها وعود تبخرت وذهبت ادراج الرياح. المقاومه وابناء المقاومه الجنوبيه في عدن وابناء عدن هم الذين همشوا تهميش غير عادي. نحن نتالم حقيقه لما نرى يعني أخواننا من المقاومة لم يعني تتم الالتفاتة لهم. يشكو المقاومون أيضاً من اختلالات مالية وإدارية رافقت المراحل الأولى من عمليات التجنيد، وهي تجاوزات إن صحت لا تساعد على بناء جيش وطني الولاء قوي الإرادة، وتنذر بعواقب وخيمة على يمن ما بعد الانقلاب. للأسف الشديد لا حد الآن لم يتوظفوا، لم يترقموا الترقيم الكامل، وملفاتنا موجودة بإدارة الأمن لحوالي 150 أو 160 جامعيين بيدي أرسلتها وسلمتهم لإدارة الأمن ودربوهم لمدة 2 شهر في معسكر النصر، وبالأخير تلاشى.
الحكومة هي الأخرى تبدو غير قادرة على معالجة هذا الملف الشائك، وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، فلجنتها التي شكلت برئاسة وزير الشباب والرياضة نائف البكري للإشراف على صرف مرتبات الجيش والأمن في المنطقة العسكرية الرابعة سارعت للاعتذار عن إكمال المهمة بعد أيام من مباشرة أعمالها في عدن، وهو اعتذار يكشف حجم المشكلة. قاتلنا في جولة ولهم وضعنا سيء، لا رواتب ولا ذا ماشي، تم تهميشنا نهائيا، ما اعطوناش العلاج ولا رقم عسكري ولا حاجه. كانوا مقاومه، مقصصين رجولهم، مقصصين تعابه، لما الان مزوجين وما مش قادرين يصرفوا عقولهم. لا يطلب هؤلاء اكثر من انصاف اسر الشهداء والجرحى بشكل عاجل، وتلبيه كافه احتياجاتهم الضروريه، ودمج كافه فصائل المقاومه في المؤسسات الامنيه والعسكريه كاقل تقدير لتضحيه الجسام التي قدموها في معركه تحرير الوطن واستعاده الدوله. الأستاذ علي ناصر الكازمي، نائب قائد المقاومة الجنوبية في عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذي، خرجتم من دون قيد ولا شرط تقاومون وتدافعون عن عدن وعن الوطن، ما هو حال المقاومة الجنوبية اليوم في عدن؟ أهلا وسهلا بكم في شرطة البساتين. اليوم المقاومة الجنوبية وضعها صعب جدا في عدن، لم يتم استيعاب المقاومة الجنوبية الاستيعاب الكامل في مدينة عدن، وواضح قرارات رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أنه لابد من دمج المقاومة حتى تصبح دولة. اليوم المقاومة تم استيعاب حوالي 20 إلى 15% فقط، والباقية يعني تحولت إلى في البيوت المقاومة الحقيقية. اليوم أنا تكلمت قبل حوالي 3 إلى 4 أيام ونزلت منشور في صفحتي في الفيسبوك أن المقاومة هم اليوم يعني عمال عاديين في ميناء عدن، وهم سواقين تكاسي، وهم في الشوارع، وهم يعني في البيوت. المقاومة الجنوبية نتمنى من منبركم هذا أن يعني يصل صوتنا إلى أصحاب القرار في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والأخوة في الأشقاء في دول الخليج العربي، أن يتم استيعاب المقاومة الاستيعاب الكامل. نحتاج إلى ليس الشق العسكري بل الشق المدني، هناك عندنا يعني حملة الشهادات العليا في المقاومة، هم الآن يعني لا يجدون أي شيء. عندنا العنصر النسائي ساعد في المقاومة، العنصر النسائي كثير معنا هنا، لم يتم استيعابهم، استوعبوا القليل عسكريا فقط حوالي 15 إلى 20%. في رأيكم ما هي المعوقات والأسباب التي عرقلت إلى اليوم ضم ودمج المقاومة وأعضاء المقاومة إلى الجيش؟ والله هذه الأسباب يسألوا عليها اللي في القرار، احنا ما نشوف أي أسباب. احنا في بعد نهايه الحرب استدعونا في فندق القصر، وكان نائب رئيس الجمهوريه السابق الاستاذ خالد بحاح، وشكلنا لجنه عليا من 5 قيادات كبرى ومجلس وطني كامل، وكان من ضمن الـ5 القيادات الكبرى الشهيد احمد الادريسي رحمه الله عليه، وانا ومحمد البوكري وعده قيادات. وتفاجئنا بعد ذلك اتت يعني خطط أخرى، وتم إيجاد الحزام الأمني، والحزام الأمني هم جزء من المقاومة لا ننكر هذا، ولكن المقاومة الكبيرة العريضة مقاومة، أنا أتكلم عن مقاومة عدن التي أسقطت أكبر مشروع فارسي، أكبر مشروع طائفي في الوطن العربي، أسقطته وداسته في على محيط وأسوار عدن. المقاومة الجنوبية اليوم مهمشة. قبل قليل زارني قيادات كبيرة، سليمان الزامكي غير مقاومة خور مكسر، أيمن عسكر غير مقاومة الشعب، هم موجودين عندي في الغرفة الثانية، ما عندهم شيء ولا عندهم أي مناصب، يحلون قضايا الناس كلها ود، لكن احنا نريد أن نتحول دول. للأسف الشديد احنا نتابع في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام يقولون أن المقاومة هي، لأن احنا نريد دول، نريد ميليشيات. احنا طالبنا بهذا الشيء، سلمنا المطار عدن على ورق، سلمنا ميناء عدن يعني على ورق، بين عدن سلمها الشهيد احمد الادريسي الساعة 10 صباحا، سلمها محافظة عدن، واغتيل الساعة 11 ليلا في نفس اليوم، اغتيل ومع 7 من مرافقينه في خط 90. سلمنا كل مؤسسات الدولة، كل مؤسسات الدولة سلمناها بدون قيد او شرط. نحن لسنا ميليشيات، نحن نريد نتحول دولة، ولكن ننتظر هذه الدولة تقول كلمتها. ولا تزال هناك من الأسلحة الخفيفة والثقيلة بأيدي المقاومة، ما حال هذه الأسلحة؟ وهل فعلا أنكم لا تزالون تمتلكون هذه الأنواع من الأسلحة؟ نعم، هذه السلاح هو سلاح الثوار، وسلاح لن يعني نسلم سلاحنا أبدا إلا باستيعابنا الاستيعاب الكامل داخل الدولة. نحن لو كان طلبنا شروط أو رفضنا الانضمام إلى الدولة، اعتقد ان يعني اي مبرر اخر لسحب السلاح، لكن احنا نغور الدوله ونسلم سلاحنا، بل سلمنا السلاح الثقيل
الدبابات و23 وكل السلاح تغير الآن من كل أسلحتنا في الدفاع عنها. كما قلت لك أقتل قائدنا القائد البطل الرمز الأسطورة أحمد الإدريسي، وقتل مع 7 إلى 8 مرافقين من مرافقينه. كيف اللي أمشي أنا بدون سلاح؟ أنا معنا سلاح متوسط سلاح خفيف، لكن السلاح الثقيل من دبابات وغيره تم تسليمه الآن اللي في المعسكرات. نعم، على المدى البعيد إذا لم يتم استيعاب المقاومة ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذونها؟ إذا لم يتم استيعاب المقاومة ستكون المقاومة، والأخوة في التحالف العربي عارفين المقاومة رغم صعب وعارفين المقاومة، لكن احنا لا نريد نترك فرصة للمخلوع علي صالح ولا التنظيمات الإرهابية المسمى بالقاعدة وداعش نترك ذا، ولا احنا ضغطنا على يعني الظروف صعبة وسكتنا وتم الاستهزاء بالمقاومة في عدن وفي سائر الجنوب، واحنا صابرين من أجل ما نترك فرصة للطرف الآخر. لكن إذا لم يتم استيعاب المقاومة وإذا رأينا أن في تغيرات دولية كبرى، فقضية يعني المقاومة الجنوبية واضحة وقضية شعب الجنوب واضحة، ولنا في الأمر ما يكون بعد ذلك لكل حال حديث. الأعضاء الذين تم دمجهم بالجيش مؤخرا، ما هي آلية صرف الرواتب بالنسبة لهم؟ أبدا، أنا واحد من هذه الأعضاء، أنا مدير شرطة البساتين بقرار يعني وزاري من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللي هو حسين عرب، وإلى اليوم أنا خدمت سنة ونصف في هذا المكتب والمكاتب الأخرى في شرطة البساتين. قدمت شرطة البساتين 9 شهداء واجب و18 شهيد جريح في تأمين مدينة عدن. التسعة الشهداء هذا كانوا يدخلون معي في نفس هذا المكتب، اليوم يعني هم في القبور، والأخرى الأخوة الباقين يعني معاقين بصريا ومعاقين يعني هم في مستشفيات في الهند وفي الأردن. لم نستلم ريال واحد، وأنا الآن أتكلم من منبركم لم نستلم ريال واحد إلى اليوم. مثل ما قدم الأبطال دمهم احنا يعني نعمل، وتشوفون احنا نلقي كل صباح نداوم هنا ونمشي أمور المواطنين تطوعيا. مثل ما خرجنا للوطن من أول يوم احنا بنواصل إلى على عهد الشهيد أحمد الإدريسي والشهيد حريز الحالمي رحمة الله عليهم وكافة الشهداء. ما هي القوة الحقيقية اليوم على أرض الواقع بالنسبة للمقاومة؟ القوة الحقيقية هي الأرادة، هي الضمير الحي. احنا لا نملك إمكانيات ولا نملك شيء، نملك الأرادة اللي قهرنا بها يعني 46 لواء كان في عدن وفي محيط عدن وفي لحج وفي أبين، قهرت المقاومة الجنوبية بالبندقية، قهرناهم بالأرادة، لا زالت هذه الأرادة موجودة ولا زال الضمير الحي موجود ولا زالت القضية التي خرجنا من أجلها موجودة، وعهدنا للشهداء أننا سنواصل حتى آخر المطاف لتحقيق مطالبنا ومطالب هذا الشعب. نعم، هناك تنسيقات بينكم وبين الحزام الأمني بخصوص الأمان وتوفير الأمن والأمان بالنسبة للمواطنين؟ نعم نعم، نبيل المشوشي قائد الحزام الأمني هو أحد يعني أبطال المقاومة الجنوبية في عدن، وهو أحد أعضاء مجلس المقاومة في عدن، وتنسيق على مستوى إلى الآن يعني لم يحدث أي اشتباك. سنة ونصف من بعد الحرب إلى سنة لم تحدث أي اشتباك بين مثلا مقاومة البساتين مقاومة دار سعد الخور التواهي المعلة، هذا شيء عظيم، هذا لم يحدث في أي بلد. في ليبيا تتقاتل الميليشيات في الشوارع، في سوريا تتقاتل الميليشيات الإسلامية التي خرجت للجهاد حسب ما يدعون، احنا في عدن لم يحدث اشتباك واحد. انا نائب رئيس مجلس المقاومة الجنوبي في عدن، اتحدى اي شخص او اعلامي او غيره ان يثبت انه يوم من الايام تم في عدن يسود الود والاحترام. ذا قد تحدث اشكاليات بين الافراد، تتدخل القيادات، ينتهي الامر بسلام، تنسيق على اعلى مستوى. الآن هذه القوات التي تم دمجها مع الجيش وبعض المقاومة ذهبت هنا وهناك، ألم يحدث هذا شرذمة في المقاومة أو تفرقة في وحدة الصف؟ أبداً أبداً، أنا بالنسبة لي مثلاً أنا بكلمك على البساتين، كل الفصائل المقاومة في البساتين بعد الحرب يعني حوالي 18 فصيل مسلح، صار اجتماع هنا وتم اختياري قائد المجلس العسكري في البساتين، وهذا المجلس العسكري بعد ذلك أتى قرار وزاري جمعناهم قلنا لهم احنا يعني ما اردتوه، قالوا تتوكل على الله، انتم 77 فرد من مقاومة البساتين، اخترنا الافراد 77 من كل الفصائل المشاركة، البقية يخدمون معنا اذا يعني نزلنا في حملات دهم او في مواقع الارهابيين او البلاطي او غيرها، تشارك المقاومة الجنوبية في البساتين مع شرطة البساتين. استشهد 5 شهداء من داخل شرطة البساتين في الهجوم الارهابي الاخير، واستشهد مقاومة مع الشرطة، كلنا عينين في راس، كلنا خرجنا للوطن، ومع هذا الضغط ومع هذا الإقصاء اللي على المقاومة الكل ذهب، وبقية المقاومة الحقيقية، المقاومة الحقيقية اللي خرجت في 23/3/2015 هي اليوم الموجود، اللي يبحث عن مصالحه ذهب
مع مصالحها الخاصة. في حالة لا قدر الله عادت ميليشيا الحوثيين والانقلابيين مرة أخرى إلى عدن أو على أبواب عدن مرة أخرى، هل هناك الجاهزية نفسها أم هي أكثر؟ الجاهزية هو الآن امتلكنا خبرة قتالية كبيرة جدا، كانوا أول يقاتلونا في شوارع عدن، الآن إحنا بنقاتلهم خارج عدن. الآن نملك خبرة، كنا أول ما نملك أي خبرة، الآن عندنا عنصر استخباراتي، عندنا جهاز سلكية، عندنا منظومة اتصالات، عندنا الحمد لله أمور طيبة جدا، وإن شاء الله يعني لا قدر الله احنا نخاف من اي امور اخرى تنجر يعني. لكن الحوثي وعلي عبد الله انتهوا بالنسبه للجنوب، لم يعودوا ابدا ان شاء الله. البعض دعا المقاومه الجنوبيه لتساند اخواننا في تعز او في بقيه المحافظات وتندمج معهم لكي يقاوموا الحوثيين والانقلابيين، هذه المساعي وهذه المناشدات اين محلها اليوم؟ بالنسبه لنا احنا اعلنا خيارنا ان في بلدنا هنا، ولكن لا ضير فيه. لكن تخيل انت سكان مدينه تعز 5 مليون نسمة وعدن 700 ألف، أين المغارنة في هذا؟ ولكن إحنا الآن المقاومة الجنوبية، أنا دربت يعني كتيبة كاملة من 400 فرد هنا في البساتين، استشهد منها 4 في البقع في صعدة، الآن يقاتلون في صعدة ويقاتلون في على حدود تعز، لكن إحنا لحد الآن يعني هناك عناصر من المقاومة. نعم، المقاومة في عدن تقاتل في بقية المحافظات، اللي سيطر على البقع واللي سيطر، والآن المعركة قد تدور في في قلب يعني في حدود قلب صعدة، هي من المقاومة الجنوبية من عدن، اللي قاتل في تعز يعني كلها من مقاومة عدن. الشيخ هذا الخميشي اللي استشهد أخوه قبل 4 أو 5 أيام رحمة الله عليه في تعز، هم أقلب أفراده من المقاومة الجنوبية داخل عدن. نعم، كيف تنظرون للحوار مع ميليشيا الإنقلابية؟ هل يمكن أن يكون هناك حوار؟ أبدا لا حوار مع القتلة والخوانة، هو التي أيديهم الاضطخاب الدم، نحن نرفض أي حوار. المقاومة الجنوبية أهدافها واضحة، نترك الأمر للسياسيين، لكن نحن لا حوار إلا بالبندقية حتى يعودوا إلى صوابهم ويرضون بالطرف الآخر مثل ما احنا موجودين في عدن، عليهم أن يعودون إلى صعدة وبعد ذلك نتحاور. حوار وهو يعني على حدود بلدنا هذا مستحيل، احنا نرفض الظلم في تعز وفي دمار وفي صعدة وفي أي مكان، حتى أننا نتألم لأبناء صعدة اللي هم في صعدة، نتألم لهم حتى في بعض المواطنين من أبناء صعدة ومن العمران ومن الطائفة الزيدية تم التنكيل بهم يعني في بعض الأماكن، تدخلنا وعدنا لهم حقوقهم بمليارات الريالات هنا في البساتين وفي عدة أحياء في عدن، لهم مصانع لهم شركات لهم ممتلكات، تم التعدي أنهم حوثيين. رفضنا هذا جملة تفصيل، احنا نقاتل من يقاتلنا اي مواطن مهما كانت في نيته او في قلبه يعني يحمل ولا اللي في صعده، لكن احنا نرفض التعدي، نرفض الظلم، ومتى يعني ما ظهر الظلم احنا نظهر. هل يزال هناك اسرى من الحوثيين موجودون هنا في عدن لدى المقاومه؟ يوجد اسرى معنا 33، وانتم سمعتوا احنا توجهنا بهم على اساس الى الضالع ومنها الى يافع، واخراج 100 اسير جنوبي بينهم الأسير أحمد عمر عبادي المرغشي، تدخلت أطراف تريد أفشال، وعلم المخلوع صالح بذلك، وعلم الرئيس عبد ربه منصور، وعلمت قارة التحالف، واستدعوني أنا وسليمان الزامكي وأبو همام إلى مقر التحالف، ووضحنا للأخوة الأشقاء بينهم قائد التحالف أن ذهبنا بدافع وطني وبدافع أخراج أحمد عمر عبادي المرغشي اللي هو رمز القضية الجنوبية، ولكن أراد الله أن تفشل هذه الصفقة، وعدنا ورفضنا تسليمهم لأي جهة أخرى، حتى رفضنا تسليمهم للأخوة في التحالف إلا بعد حوار وتشكيل لجنة ما بين التحالف والمقاومة الجنوبية، على أن أي حوار آخر يتم يكون أحمد عمر عبادي المرغشي من ضمن هذه الصفقة. نعم، ولديكم أنتم أسرى؟ نعم، إلى الآن. كيف يتم التعامل مع هؤلاء الأسرى؟ الأسرى الحوثيين يوجد معنا 33 أسير حوثي كانوا في سجن النصر وتم نقلهم إلى مكان آخر، والأسرى الحوثيين يحضرون بمعاملة يعني ممتازة جدا، حتى أننا سمحنا لهم استخدام الجوالات الحديثة جدا، وأدخلنا لهم الإيمو حتى يتواصلون مع أسرهم صوت وصورة مرئي، والأمور طيبة، وباستطاعتكم أنتم تتوجهون إلى وتسألونهم، وهم يوم الأيام بيتم إطلاق سراحهم وبيذهبون إلى عوائلهم، بيذكرون المقاومة الجنوبية بكل خير. احنا لا ننكل بالأسرى ولا ننكل بهم، بالعكس أسرانا في صنعاء يتعرضون للضرب وللتعذيب، وأحمد عمر عبادي المرغشي في هذا السن يتم التنكيل به، ولكن كل واحد يتعامل حسب الضمير اللي فيه. أسراء الحوثة بيطلعون من عدن بإذن الله، وهم يعني ناقلين صورة طيبة عن هذا الشعب. نعم، اليوم ما الذي ينقص المقاومة الجنوبية؟
اليوم اللي ينقص المقاومه الجنوبيه هو تحقيق اهداف ما خرجت لها المقاومه الجنوبيه. هذا اليوم اللي تنتظره الامه الجنوبيه كلها والشعب، وينتظره كل الاحرار وكل عوائل الشعب، والتي هي يعني المطالب للمقاومه. نعم، هي اللي مطالب الشعب. المقاومه لا يوجد لها اي مطالب، المقاومه هي الذراع اليمين للشعب، لا توجد لنا اي مطالب الا مطالب الشعب الجنوبي اللي خرج ينادي في الساحات. ختاما، الرساله الاخيره التي تقدمونها. والله نشكركم على حضوركم، وإن شاء الله أن عدن بخير، وأن الجنوب بخير، وأن اليمن إن شاء الله كل اليمن بخير. احنا نتمنى لأخوتنا في الشمال كل خير، وإحنا إن شاء الله من حسن إلى أحسن، ولكم تحياتنا. نعم، الأستاذ علي ناصر الكاظمي، نائب قائد المقاومة الجنوبية في عدن، كنت معي في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك، شكرا. لا تزال عدن تثبت بأنها كانت رمزاً للتعايش الحضاري بكل أنواعه. معبد الفرس تراث عدني باق إلى اليوم. حديقة غناء على سفح جبل شمسان المعروف بهضبة عدن، شيد الفرس معبدهم في ثمانينيات القرن الثامن عشر. برج الفرس أو برج الصمت، ويسمى عاميا بمهلكة الفرس، جزء من تاريخ مدينة عدن، يقع في الجهة الشمالية المحاذية لصهارج الطويلة، ويبعد عن خزاناتها جنوباً بحوالي 200 متر. يعد المعبد آخر ما تبقى من آثار الديانة الزرادشتية في شبه الجزيرة العربية، وهي ديانة هندية انتقلت إلى عدن إبان الحكم البريطاني، وكان عدد معتنقها حينذاك لا يتجاوزون 120 زرادشتياً. أنشئ المعبد بشكل دائري بعيداً عن التجمعات السكانية بغرض التخلص من جثث الموتى، حيث يعتقد الفرس خصوصاً الزرادشتيون أن جثة الميت نجاسة، ويجب ألا تختلط هذه النجاسة بعناصر الحياة الثلاثة الماء والتراب والنار حتى لا تلوثها كما هو سائد في ديانتهم. لذا توضع الجثة على قمة البرج بحيث تتعرض للشمس وتكون طعاماً للطيور الجارحة. يتكون البرج من ثلاث حلقات دائرية متداخلة، يوضع الأطفال في الحلقة المركزية من الدائرة، أما النساء فتمدد جثامينهن في الحلقة الوسطى، بينما توضع جثامين الرجال في الحلقة الكبرى الخارجية، ولا يسمح بالدخول للبرج سوى للكهنة وحاملي النعش. الجثامين قرابة العام لتتحلل أجزاؤها بشكل كامل، ولا يتبقى منها سوى العظام التي يجمعها الكهنة، ويتم رميها داخل بئر عميقة تتوسط البرج. وقد توقفت هذه الطقوس في معظم معابد الديانة الزرادشتية مع بدايات القرن العشرين.
عدن كانت ولا زالت مدينة السلم والتعايش، تحكي تاريخ حضارة غابرة جمعت بين طقوس المجوس وكنائس المسيحيين ومساجد المسلمين. عادة ما يستمد الحاضر قبسا من نور الماضي، لذا علينا أن نحافظ على شعاع الماضي لنضيء به الواقع الصعب ونتطلع دائما نحو مستقبل أفضل. لم تمنع الظروف الصعبة وانعدام الدعم حسين من أن يبدع رسما على الكمبيوتر. الرسام حسين يوسف وجه المدينة لهذه الحلقة. تاركاً لإحساسه قيادة يده وألوانه الباحثة عن كيان مستقل نحو التميز، فلا مدارس ولا مؤسسات تكترث لهذا النوع من الفن الذي أتقنه حسين يوسف مبكراً وقدم من خلاله أطروحة تصويرية معمقة. الرسوم الكرتونية تعمقت فيها وحاولت أقلدها من عمري 8 سنين أو 7 سنين، وبدأت يعني أقلدها وتعمقت فيها وتطورت أكثر أكثر، وبدأت على الرسوم المتحركة وعمري 14 سنة و 15 إلى فوق، وبدأت كانت رسومات يعني عادية أكشن يعني مثل باتمان طرزان يعني رسومات الأكشن الإثارة. من خلال الرسوم المتحركة عن طريق برامج الكمبيوتر استوحى حسين من خياله الخصب شخصيات كرتونية جسد بها أعماله الهادفة، متلمسا بذلك معالجة قضايا مجتمعية تعبر عن قوة اندماج الفنان الصغير بالمحيط وبالبشر من حوله. تديش مقتشطة وين تبين عايت ذهن صورة؟ يا سالم مش انت تعقد مواهبي ولا ايش؟ وش من مواهب جني عفربش؟ وين قديش تبي بنا اليوم وين؟ او ما قلت لك؟ لا والله عادش ما قلتي لي، وش قد معنا؟ برا عدن مول. اي من بين هذه الرسوم أوجد حسين لنفسه حيزاً مستقلاً سيظل حاضراً به، لا يلغيه تجاهل وعدم اكتراث الجهات المختصة الغافلة عن قدرات الشباب اليمني وفرادة إبداعه. في المدرسة كنت لا أحب الرسم، كنت أكرهه وكنت أخلي الناس يرسموا لي، وأمي الله يحفظها كانت ترسم لي، يعني كنت يعني مش مرتاح للرسم. بعدين شفت نفسي إن أنا لازم يعني أبدع في الرسم وأتطور، وبدأت أمسك الدفتر والقلم وحاولت أكثر، وبدأت أرسم في المدرسة. كنت أرسم في الفسحة، العيال كانوا يقولوا لي ايش ترسم لنا رسمات باتمان، ترسم لنا دراغون بول، حتى يعني أرسم لهم شيء طبيعي. في مسيرة حسين يوسف الفنية مفارقات غريبة، إلا أن عبقرية الفنان لا تعرف الانهزام مهما كانت ظروف الحياة وقسوتها. بدأت في برنامج الرسام. الرسام يعني كان الرسم مش حلو، كان مش طبيعي، كان يطلع فراغات وكذا. بعدين تطورت البرنامج الفوتوشوب، رسمت في بوحة بحبة وتابعت دروس للرسامين، في أعمال بدأت بها بس ما حصلت يعني ما تطورت فيها، لأنه لا يوجد لي هذاك اللي قلت لك القلم الضوئي التابلت. بدأت رسمت القناة صنعاء
مسلسل دنيا الأطفال. دنيا الأطفال دنيا الأطفال دنيا الأطفال دنيا الأطفال لعب وغنى حب وصفاء دنيا الأطفال. ليس الإبداع وحده ما يتطلبه عمل حسين يوسف، بل هناك جهداً آخر يبذله كأي موهوب أراد أن يرتقي بفنه نحو تحول نوعي يتنفس فيه عنصر الجمال. أحب أصنع مسلسلات مثل المسلسلات التاريخية، مسلسلات الكرتون الإسلامية والكوميدية والأكشن. يعني أحب أرسم يعني مسلسلات يعني إلى بلا نهاية مثل ناروتو وون بيس، حلقات أسبوعية يعني. لم يعد الفن بصنوفه وأشكاله المختلفة يشكل فارقاً لدى المبدعين في بلد تمزقه الصراعات، ولم تترك فيه مكاناً للجمال ولو مساحة صغيرة لفنان يستلهم بإبداعه جماليات الحياة ومعانيها. لا يوجد راعي رسمي يعني يدعمنا في أعمالي ومشاريعي. كنت يعني حبيت يعني بدأت كبداية يعني عادية، ماشي يعني معي هذا اللي يدعمنا ويحفزنا نرسم. حتى في يوم من الأيام فكرت إن أنا أوقف، يعني أوقف الرسم، أنه عارف ماش فائدة. إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.